مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة في منطقة ودول الخليج العربي. ملخص لهذه الأحوال الجوية، نتوقع أن هناك حالة ماطرة تؤثر على دول الخليج، أمطار رعدية غزيرة في مناطق عدة من الدول الخليجية، وأيضا هذه الأمطار مرفقة بالبرق والرعد والبرديات، وأحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. بنلاحظ أن هناك في دول الخليج العربي حالة ماطرة قوية واسعة النطاق متوقعة خلال أيام هذا الأسبوع، ناتجة عن وجود منخفض جوي في طبقات الجو السفلى وعلى السطح، مصحوب بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا. ينتج عن هذه الوضعية حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى أمطار رعدية واسعة النطاق وأحيانا تكون غزيرة، وبالتالي المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار في دول الخليج يوم الأحد هي أول شيء جنوب المملكة العربية السعودية وأيضا جنوب مسقط في عمان. هذا اللون الأحمر يمثل أمطار رعدية غزيرة، واللون الأخضر الغامق يمثل أمطار رعدية متفاوتة، والأخضر الفاتح يمثل أمطار رعدية متفرقة. إذن هذه الأمطار تشمل معظم المناطق جنوب المملكة العربية السعودية وجزء كبير من عمان وجنوب أبوظبي وجنوب دول الخليج العربي، لكن يوم الاثنين تنتشر الأمطار الشديدة والغزيرة لتشمل مناطق واسعة. فبنلاحظ اتساع رقعة اللون الأحمر الذي يمثل أمطار رعدية غزيرة تشمل أجزاء كبيرة من عمان وجنوب المملكة العربية السعودية، المنطقة الجنوبية الشرقية من المملكة السعودية، وأيضا جنوب أبوظبي. ولكن هناك أيضا اللون الأخضر الغامق يمثل أمطار رعدية متفاوتة تشمل منطقة أبوظبي وأيضا مسقط وقسم كبير من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وأيضا هناك اللون الأخضر الفاتح يمثل أمطار رعدية متفرقة تشمل منطقة دول الإمارات العربية المتحدة وأيضا قريبة من الدوحة وقطر والبحرين. ويوم الثلاثاء تنتشر الأمطار الغزيرة، الأمطار الرعدية الغزيرة اللي يشار لها باللون الأحمر، تشمل منطقة شمال غرب عمان ومسقط، جنوب أبوظبي، وأيضا منطقة الجنوبية الشرقية من المملكة العربية السعودية ومنطقة دول الإمارات العربية المتحدة أبوظبي ودبي وأيضا قطر، وتقترب أيضا من دولة البحرين. هذه الأمطار بتكون غزيرة رعدية شدتها قوية، والمقصود بشدة الأمطار كمية الهطول في وحدة الزمن، يعني تكون غزيرة وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وحدوث بعض الفيضانات والانجرافات. وطبعا قبل الهطول هناك رياح شديدة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير، لكن أثناء الهطول بيكون هناك الأمطار الغزيرة ونحذر من شدة هذه الأمطار. هذه الوضعية يوم الثلاثاء. وبالتالي أهم التوصيات التي نوصي بها: مخاطر تشكل السيول في الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه، هذا بسبب غزارة الأمطار وشدتها والأمطار المصحوبة بالبرق والبرد والرعد والرياح الشديدة، أيضا كثافة التساقط البردي في بعض المناطق، ولا يستبعد أن يكون البرد بأحجام كثيرة مما يؤثر على كثير من المقتنيات مثل السيارات ويشكل خطر أيضا على الإنسان نفسه.
نرجو من الجميع الانتباه من شدة أيضا العواصف الرعدية وارتفاع منسوب المياه وجريان السيول، ونتمنى للجميع السلامة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.